نفضلوا المدن الساحلية على المدن الداخلية، حيت كنجيو كنبدلوا الجو والروتين ديال العمل. كنجيو هنايا للبحر، كنجيو نلعبوا كرة كيف ما كتشوفوا، كنجيو نلعبوا التنس، كاينين كاع الرياضات تقدر كاع تجري هنايا وتجي تعوم. ولكن اللي كنطالبوا من الناس هما ما يبقاوش يلوتوا البحار. شوف دابا كاين اللي كيجي كياكل ماكلته كيحط له وسخ، كيخلي المخلفات ديال الماكله وكيزيد بحالاته، هادشي اللي كنطالبوا من الناس وصافي. وشكرا اخويا. علاش كتعجبني المدن الساحليه؟ اصلا انا ودي ساحليه، وطال الحال دابا الصيف هذا راه الانسان خصو ضروري يجي شويه تبرد، عارف الصيف هذا فوالا هادشي اللي كاين. اخويا السلام عليكم. انا اصلا جديدي وكتعجبني الجديده، واخا خاوي خدام خارج لا كتعجبني تنجي، ولكن ما بقاش كيف ما كانت في الاول، تبدلات فيها بزاف الحوايج. كاين حاجه مزيانه وكاين حاجه خايبه، ولكن الحوايج اللي خايبه بحال دابا كتشوف المدينه كلها حفاري، كلها سيدي بوزيدا، حتى كتشوف الزبل، هاد صحاب القياطن كلشي ما كانوش، ولاو شادين سيدي بوزيدا بحال تباع، كلشي شادين الناس اللي كيكريو دابا، فين ما تلقاش فين تجلس. ايوا هادشي اللي غادي نقول لك. شكرا اخويا. المهم هاد النقطه الرئيسيه ديال البحر هي ديال هاد القياطن اللي شادين عباد الله هنا. المدن الساحليه فيهم البحر وبارده وهذه غير في الصيف فهمتي، اما المدن هذيك الداخليه راه الصاد وشحال من حاجه، شحال من العواميل ما كتساعدكش تبقى فيهم في الصيف فهمتي، بحال مراكش راه 51 وكذا فهمتي. دونك جو بريفير راك تكون في المدن الساحليه وصافي. وشكرا اخويا الله. في الصيف ملي كيكون الصاد عرفتينا المدن الشاطئين نخرجوا نتبحروا فيه والبرد. شكرا. النظافه نشوف رجال الامن من مراقبين الدراري تخليهم تيعوموا ترانكيل زعما، يعني شويه الامان لا سيكوريتي زعما كاين. بيلو الماري بوليتو ترانكويلو نون سي تروبا سبورتيزيا بير تيرا بيلو. فضلوا على قبل البحر، على قبل العمان، على قبل كاين تبدايه الطبيعه، كاين الناس شي علاش او شيني. شكرا اخويا. كفضل المدن الساحليه كفاء البحر فهمتي، اول حاجه كيكون شويه البرد فهمتي، ولا ماشي بحال المدن الداخليه يكون دابا صعد بزاف ما كاين لا فين تخرج لا والو، كدوز وقتك شويه في البحر فهمتي، تخرج كتعوم تخرج دير تول العشران ديروا شي خرجه فهمتي، ولا صافي هادشي اللي كاين. المدن الداخليه كيكون بزاف ديال الحراره، كتعرف فين تخرج لا والو صعد بزاف. شي الساحليه كيكون بنادم اصلا كيمشي الساحليه بزاف على قبل البحر اللي فيها وداكشي. السلام عليكم. كنفضلوا المدن الساحليه على المدن الداخليه باش تجيو تبحروا، وكيف ما كتشوفوا معنا الشاطئ راه عامر، يعني كلشي كيفضل المدن الساحليه. واصلا المدن الداخليه فيها الصهد، وراه كيف ما كتشوفوا مراكش 60 درجه، هنا الحمد لله مبردين.